نشرة للأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية، ترأس أمس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء. السيد رئيس الجمهورية. الاجتماع تناول عدة مشاريع قوانين وعروضا تخص قطاع الرياضة والبريد والمياه، بالإضافة إلى الألعاب الأولمبية 2024. وعقب افتتاح السيد رئيس الجمهورية لاجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى جدول الأعمال وعرض الوزير الأول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، أسدى السيد الرئيس تعليمات وأوامر وتوجيهات، أولها يتعلق بتوفير كل الظروف وتسخير كل الإمكانيات اللازمة لرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية 2024 لتبوئ مكانة تليق بصورة وسمعة الجزائر في هذا الحدث العالمي. أما في قطاع التعليم العالي فقد أسديت التعليمات لاستحداث ملحقات لكليات الطب وفق التأطير اللازم على أن يكون الالتحاق بها وفق الضوابط والشروط المعتمدة في الكليات المركزية لتسهيل ولوج طلبة التخصصات العلمية وتخفيف الضغط وتحسين نوعية التكوين. وفيما يتعلق بدور مؤسسات بريد الجزائر في دعم تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني، أعطى السيد رئيس الجمهورية توجيهاته لتحسين مستوى الخدمات والعمل على تجاوز كل المشكلات التقنية المتعلقة بتدفق الإنترنت، وكذا العمل على توسيع استعمال الألياف البصرية مع نهاية 2024. السيد الرئيس أكد أيضا على ضرورة إيلاء الأهمية لمسألة الأمن المعلوماتي والتعاطي معها كمسألة سيادة وطنية. استراتيجية الأمن المائي حظيت أيضا باهتمام كبير على طاولة مجلس الوزراء، حيث تم التأكيد على استعمال مياه محطات التصفية في الري الفلاحي وفي الصناعة، وذلك بتحضير مخطط محكم وواضح يحدد بدقة نسبة المياه المسترجعة وفق عمليات التصفية والاحتياجات وطنيا، مع ضرورة إحصاء تقني لكل محطات التصفية المعطلة والتي هي في الخدمة بكل بلدية وولاية، بهدف تحديد قدرات الإنتاج وتطوير المكننة وإعطاء الأولوية للولايات التي لا تعالج فيها المياه المستعملة لاستخدامها في المجال الفلاحي مباشرة، مع تحديد نسبة 40% من المياه المسترجعة كهدف قريب. وبعد الاستماع إلى عرض حال قدمه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج حول وضع جاليتنا، أكد السيد الرئيس إلى الدولة الأهمية القصوى للاستماع الدائم لانشغالات جالياتنا والتكفل بها من خلال القنوات الدبلوماسية وتسهيل عودة الكفاءات والكوادر الجزائرية، خصوصا مع توفر شروط الانطلاق في تنمية اقتصادية واعدة تعود بالمنفعة على الشعب الجزائري، ليختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالموافقة على مراسيم تتضمن إنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة. تبادل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس في مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية البرتغال السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا محادثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات. كما استعرض الرئيسان مختلف الرؤى حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوساطة الجزائرية في الملف الأوكراني الروسي، واتفقا على لقاء مقبل يجمعهما يحدد موعده لاحقا. كما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع السيد سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة، تطرق فيها إلى عدة نقاط منها العلاقات الثنائية القوية والمتجذرة التي تجمع الشعبين الصديقين وسبل تعزيزها.
كما استعرض الرئيسان إمكانية حضور السيد الرئيس للقاءين هامين تحتضنهما إيطاليا، الأول في شهر جويليا والثاني في شهر نوفمبر. كما استعرض الرئيسان الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك تصب في مصلحة المنطقة واستقرارها، وكذا الوساطة الجزائرية في الملف الأوكراني الروسي. متابعة لمخرجات مجلس الوزراء الرامية إلى توسيع استعمال الألياف البصرية مع نهاية 2024، نقف في النشرة عند الورشات المفتوحة التي تشهدها العديد من ولايات الوطن لتحديث البنى التحتية للاتصالات بتقنيتي الألياف البصرية والجيل الرابع. محمد عمراني. ورشات مفتوحة لتوسيع شبكات الاتصال وتحديث البنى التحتية للإنترنت تعرفها أغلب مدن وأرياف الجزائر. هنا في صحراء ممشى بولاية خنشلة، الفلاح من بين أكثر المستفيدين. كاين منتديات فلاحية في منصة التواصل الاجتماعي، تتعامل معهم تناقش معهم. احنا كي في منطقة بعيدة شوية على مقر الولاية والإدارات المحلية، سمى الإنترنت قرب. كي جابوا لنا المودام هذا من اليوم، يقعد واحد في الفلاحة نتاعو يشوف كل شيء بالنسبة للولاد نتاعنا ثاني اللي يقراو. وفي قرية مشرية الصغرى بولاية البيض، توفر الإنترنت جعل من مسألة تخفيف الحقيبة المدرسية واقعا ملموسا. استفادت مدرستنا تغطية كاملة في من حيث شبكة الإنترنت، هذا السبب الذي جعلها تكون يعني كعينة لتخفيف ثقل المحفظة. سكان قريتي سيد إبراهيم ببلدية الأزهرية وامتيجة بأعالي بلدية برج بن عامة في ولاية تسمسيلت يستفيدون اليوم من الإنترنت بتقنية الجيل الرابع. رانا في دوار على كل حال، عندنا 4G والحمد لله رانا نكونيكتو مليح. كاين جماعة عندهم المودام والكونيكسيو عندهم قليلة شوية. إحصاء 1400 موقع عبر التراب الوطني مازال ما عندهمش تغطية والكثافة السكانية تاعهم ضعيفة. اللجنة الوطنية وافقت على هذا البرنامج، وإن شاء الله المناقصة يعني سوف تطرح في الأيام القليلة المقبلة. الأحياء السكنية بالمدن تشهد أيضا جهودا لاستبدال الشبكات النحاسية بتقنية الألياف البصرية. رحت باش نحط الملف باش يدخلوا لي الكارتشي، زعما غير رحت استقبلني بحفاوه ما شاء الله. 550 عائله لهنايا راهي استفادت من الانترنت. وكاجراء استباقي شرعت اتصالات الجزائر في تجهيز الاحياء السكنيه الجديده بتقنيه الالياف البصريه، والعينه من ولايه قالما. قمنا بربط القطب الحضري 5400 مسكن على مسافة 15 كيلومتر. الأحياء الجديدة، كل المدن الجديدة كما لاحظتم، يعني رحنا نقوم بوصلها أو توصيلها باستعمال تكنولوجيات الألياف البصرية لغاية البيوت أو ما يعرف بالFTTH. هذا وتطمح السلطات العمومية من خلال هذه المشاريع إلى بلوغ رقم 6 ملايين مشترك في الإنترنت الثابت مع حلول العام 2024. وتأتي توجيهات السيد رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات البريدية والعمل على تجاوز كل المشكلات المتعلقة بتدفق الإنترنت عاملا دافعا لمؤسسة بريد الجزائر الرائدة في تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني. ربيع أبو زيدي. تدعيم البنى التحتية للاتصالات الإلكترونية وعصرنتها عامل مهم لتطوير الاقتصاد الرقمي وعصرنة النظام المالي وترقية آليات الدفع الإلكترونية، وهو ما ساهم في إنجاح إطلاق خدمات رقمية جديدة عملية وآمنة متاحة لزبائن بريد الجزائر. بريد الجزائر حققت يعني قفزة نوعية مكانتها يعني من أن تكون في الصدارة فيما يخص الرقمنة. اليوم لما نقولوا عندنا بداية العام إلى يومنا هذا عندنا تقريبا 13 مليون عملية دفع إلكتروني يعني بصفة عامة. عندنا توقع أننا نوصل ل 32 مليون عملية إن شاء الله من نهاية العام. حجم معاملات الدفع الإلكتروني لبريد الجزائر تتطور بشكل ملحوظ، وهو مؤشر إيجابي يؤكد على نجاعة مجهودة الشمول المالية، لا سيما فيما يخص الدفع الإلكتروني وكذا استخدام حلول رقمية فعالة. بريد الجزائر هي 11.7 مليون بطاقة
بطاقة ذهبية موجودة قيد الخدمة الآن، بطاقة الائتمان. يعني اليوم احنا اون في لو بروسيسوس دون كارتاج، يعني البطاقة نحكموا لا بوس اون لا مي سور لا روك سور لو بلاستيك اي اون لون كارت بور توت لي بانك كي ما قولوا لي انستيتيوشن فينانسيير اون الجيري. اليوم بريد الجزائر بتطبيقها بريد موب اللي عندها الآن 2,700,000 ابوني، يعني 2,700,000 مشترك. اليوم هذا التطبيق يحقق رواج كبير، لأنه يمكن عن طريق هذا التطبيق تخلص العديد من يعني خدمات. ترتسم تدريجيا خارطة الدفع الإلكتروني في الجزائر عبر الآليات والشروط التي أرستها الوزارة الوصية من أجل توسيع استخدامات الدفع الإلكتروني في كل القطاعات. وضمن نظرة استشرافية لترشيد استعمال المياه، تتواصل جهود استحداث موارد مائية جديدة تستغل كبديل استراتيجي، حيث تم تحديد نسبة 40% من المياه المسترجعة كهدف على المدى القريب لاستخدامها في الري الفلاحي وفي الصناعة. منى العبديش. لدعم ورفع الإنتاج الفلاحي والصناعي في الجزائر، استراتيجية محكمة وضعت من طرف الحكومة لتعويض استعمال المياه الجوفية والسطحية في عملية السقي بتلك المستعملة التي أعيد تطهيرها. الدور تاعنا، الدور الأساسي تاعنا هو محاولة تجميع هذه المياه وتطهيرها، ولازم الشراكة تاعت كل الفاعلين في هذا الميدان، سواء الفلاحة، سواء إنشاء هذا شبكات السقي، إذن باش الفلاح يوصلوا هذا المياه. هناك مشاريع كبرى عبر التراب الوطني، وهذا للهدفين الأساسيين، هو حماية البيئة من مصبات المياه المستعملة عبر ربطها بقنوات وجرها نحو المحطات التطهير التي سوف تنجز. إعادة تطهير المياه المستعملة يعتمد فيها على طرق متقدمة وفق المعايير العالمية، تتمثل أساسا في المعالجة الثلاثية لجعلها صالحة لسقي الأراضي الفلاحية. كتقنيين في المجال، احنا ضفنا، حاولنا باش في هذه المحطات الجديده اللي قاعدين ننشئ فيها، ضفنا تطهير ثلاثي من اجل استعمال غير محدود للمياه التي سوف تنقى على مستوى المحطات الجديده. الحاجه اللي ناكد عليها ان مقاييس التطهير راهي محترمه. البحث عن مورد بديل لتخفيف الضغط عن موارد المياه التقليدية خطوة هامة لتحقيق تنمية مستدامة ستساهم مستقبلا في تحقيق الأمن الغذائي وإنعاش الاقتصاد الوطني. وبهدف تشريف الجزائر في المحافل الدولية، تتواصل تحضيرات حثيثة لخوض الألعاب الأولمبية 2024، وتحسبا للحدث العالمي أمر السيد الرئيس بتسخير كل الإمكانيات اللازمة للرياضيين المشاركين.
ملاكمة بطلات المتوسط إيمان خليف، إشراق شايب ورميسة بوعلام جلن أمريكا، بلغاريا وفرنسا لبلوغ المستوى العالي. وفي السباحة أمل مليح وأسامة سحنون وأسماء أخرى تحضر ضمن برنامج فردي أيضا بدعم من الجزائر. في البرنامج وضعت لقاءات ثنائية بين المدراء الفنيين لمختلف الاتحادات الجزائرية، هم الحلقة الرابطة بين الرياضي ورزنامة التحضير الجدي للمواعيد الرسمية. هدف الجزائر الأول هو تأهيل أكبر عدد من الرياضيين إلى الألعاب الأولمبية، ولا تزال أبواب التأهل مفتوحة بتحقيق الحدود الدنيا في كل اختصاص. ومحطة الألعاب العربية تحمل من الأهمية ما يعيه كل الدول العربية المشاركة، لأنها من أواخر المراحل المانحة للتأهل الأولمبي، وحلم الجزائر يبقى أيضا بلوغ التتويج الأولمبي. انطلقت صباح اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال الجمعية العامة التأسيسية للجمعية الدولية لأصدقاء الثورة، بمشاركة أجنبية من مختلف البلدان وحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن مختلف الهيئات الرسمية. وبالمناسبة أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أن هذه المبادرة تعد خطوة في إطار تنفيذ مخرجات الملتقى الدولي لأصدقاء الثورة التحريرية مايا المنصرم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية بالغة لملف الذاكرة الوطنية. وبالمناسبة تم تنظيم معرض للتعريف بالشخصية الأجنبية التي مدت يد العون للثورة وعرض مجموعة كبيرة من الكتب الخاصة بالثورة التحريرية. ضمن برنامج الألعاب الرياضية العربية انطلقت أمس استثناء مباريات كرة القدم، حيث فاز منتخب السودان بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره اللبناني بملعب 19 ماي بعنابة. وبملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة انتهت مباراة المنتخب السعودي مع نظيره السوري بنتيجة هدف لمثله، بينما تعادل منتخبنا الوطني مع نظيره من سلطنة عمان بنتيجة 0-0 بملعب 19 ماي بعنابة. كما تعادل المنتخب الفلسطيني أمام المنتخب الموريتاني بنتيجة هدف لهدف بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. في أحوال الطقس، أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة أنه يرتقب أن تشهد عدة ولاية من جنوب البلاد بداية من اليوم موجة حر مع تسجيل درجة حرارة قد تصل إلى 50 درجة. النشرية التي صنفت في درجة يقظة برتقالي تخص ولايات تندوف، بن عباس، تميمون، أدرار، برج باجي مختار وإن صالح، وتمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية يوم الأربعاء القادم على الأقل. دوليا الآن، وفي فلسطين المحتلة استشهد فجر اليوم 7 فلسطينيين وأصيب 27 آخرون، 7 منهم في حالة خطرة إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني لعدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه شمال الضفة الغربية. كما استشهد آخر متأثرا برصاصة أصيب بها خلال مسيرة عفوية عند مدخل البيرة شمال الضفة، وهذا تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على مدينة جنين ومخيمها. نعود لأخبار الوطن لنرحل بكم إلى أحد الروافد السياحية الوطنية، بحيرة الحناش على قمة جبل سطاح بولاية ميلا. في لمسة طبيعية ظلت تحافظ على جمالها الخلاب الذي أصبح مقصدا للسياح الباحثين عن الراحة والاستمتاع. سعيد بالعز. هي صورة رسمتها الطبيعة وأبدعت فيها يد الإله، وبالمختصر هي غدير بحيرة أم الحناش التي تقع على قمة جبل السطاح التابع إقليميا لبلدية السدان حدادة ولاية ميلا.
فرغم وعورة الطريق المؤدية إلى المكان وصعوبة التضاريس، إلا أن بحيرة أم الحناش أصبحت مقصدا سياحيا لعشاق اكتشاف المناطق السياحية الغير مكتشفة. اليوم عبرنا باللي موسم الاصطياف هو كذلك التوافد إلى المواقع الطبيعية، المواقع السياحية، المواقع الاستجمامية والغابات. الموقع السياحي أم غدير الحناش اقترحناه نحن كمديرية السياحة والصناعة التقليدية كمسار سياحي. والأكثر من ذلك، بحيرة أم الحناش صارت قبلة للعائلات الباحثة عن الراحة والاستجمام، ممارسة هواية التخييم والرياضة الجبلية. جينا البارح العشية بتنا هنا وهذه المنطقة، هذه اللاك النهر هذا وفيها وشتها، وثاني منطقة يعني تعج بالعائلات ومنها دونك فيها الأمان. البلاصة هذه كون ما شفناش فيها لا سيكيوريتي طوطال والجانب الأمني مليح كون ما نجيوهاش، جيناها من صيف. هنا عندنا شاك ويكند نديبلاسيو البلاصة هكذا تكون وين نقدروا نديروا فيها ان كومبينغ اونتر رامي، نحبوا نسولاجيو من لافيل، نسولاجيو من ستريس تاع الخدمة. نقول اللي ما جاش للبلاصة هذه ماذا به يزورها، لأنها منطقة سياحية مليحة، طبيعة فيها خلابة، الجو منعش لطيف، تستراح نفسيا. وهذو أكرام تلامذة تاع ترمينال خلصوا نهار الخميس الباك تاعهم، دوكهم قاعدين يديفوليو لهنا، أحسن بلاصة راهم يديفوليو فيها لهنا. ولكون البحيرة ترتفع ب 1260 متر عن مستوى سطح البحر، جعل منها قبلة للباحثين عن استنشاق جرعة من أكسجين الطبيعة العذراء. هي ملتقى لثلاث ولايات، ولاية ميلا، ولاية جيجل، ولاية أسطيف. كذلك توجد بها أعلى قمة على مستوى ولاية ميلا هي 1626، وهي قمة تمزقيدة. تتواجد بها مساحة غابية حوالي 3000 هكتار. للعلم فإن ولاية ميلا تتميز بغطاء نباتي وغابي كثيف ومتنوع، وبإمكانها أن تشكل رافدا قويا من روافد السياحة الوطنية، لذا وجب خلق هياكل لهذا الفضاء السياحي الوطني الذي لا يقدر بثمن. نشرتنا تمت، تم برنامجنا متواصل على تلفزيون الجزائري، متابعة طيبة والسلام عليكم.